ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن جديده على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو واحد من افلام عيد الاضحى المرتقبه، فيلم اهل الكهف. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، لان يا جماعه بجد حقيقي بيفيدنا جدا، وتنسوش تعملوا اللايك والشير للحلقه، ويلا بينا. فيلم اهل الكهف هو مفروض الفيلم اللي هينزل في عيد الاضحى السنه دي يوم 16 يونيو، مفروض ان ده تاريخ العرض بتاعه. والفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر، ومن اخراج عمرو عرفة، ومن طبعا بطولة خالد النبوي، غد عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيوم فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، احمد عيد، فتح عبد الوهاب، هاجر احمد، احمد وفيق. في ممثلين كتيرة جدا في الفيلم ده. الفيلم ده انا كنت شايف التيزر بتاعه من فترة كبيرة جدا، انا معرفش، تقريبا كان وقت صدور التيزر بتاعه كان تقريبا من 5 شهور على ما اعتقد، يعني التيزر كان من زمان قوي، وما عملتلوش تريلر رياكشن. يعني شفت التيزر بتاعه على عادي على النت، بس ما عملتلوش تريلر رياكشن، اتفرجت عليه عادي. والنهارده نزل الاوفيشال تريلر بتاعنا بتاع فيلم اهل الكهف، وهو ممكن يكون واحد من اكتر الافلام اللي انا شخصيا مستنيها السنه دي في افلام عيد الاضحى. وبصراحة ما كنتش متوقع ان الفيلم ده اصلا هينزل في عيد الاضحى، يعني لان سمعنا ناس كتيرة جدا ان هو هيتأجل ومش هيتأجل ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبالفعل من قيمة 3-4 ايام تقريبا بالظبط، يعني عرفنا ان في ممثل مش فاكر كان مين الممثل، تقريبا كانت غادة عادل او ريم مصطفى، كانت نزلت بوست على انستجرام ان الفيلم خلاص يعني هيجات ريليس في عيد الاضحى. فهو كده معانا اتس اوفيشال 4 افلام لموسم عيد الاضحى: اهل الكهف، ولاد رزق الجزء الثالث، عصابه الماكس، واللعب مع العيال. احنا طبعا عملنا تريلر رياكشن لكل حاجه، فاضل لنا اهل الكهف الاوفيشال تريلر، فطبعا ده الاوفيشال تريلر هندي نسبه ترقب. وعندنا عصابه الماكس، احنا شفنا التيزر طبعا لما نزل التريلر بتاعه او التيزر بتاعه اتفرجنا عليه وعملنا له تريلر رياكشن، بس ما اعطناش نسبه ترقب لان التيزر كان صغير جدا، كان بتاع اولموست 20 ثانيه تقريبا، ولا مش عارف 25 ثانيه، فما اديناش نسبه ترقب. فيتبقى بس عصابه الماكس هو الفيلم الوحيد اللي هينزل في العيد السنه دي، لحد دلوقتي لسه ما نزلهوش الاوفيشال تريلر. كنت اتمنى بصراحه، يعني انا النهارده هقول لكم على حاجه، انا التريلر اصلا بتاع اهل الكهف ده ما كنتش عايز اعمله على طول، كنت عايز استنى شويه على الاقل، كنت ممكن اعمله بكره او بعد بكره، على اساس ان عصابه الماكس برده بالمره ينزلوا الاوفيشال تريلر بتاعهم عشان نعملهم تريلر رياكشن كله مره واحده، عشان ما اجيش اعمل تريلر النهارده وبكره وبعد، فاهمين قصدي؟ فكان ينزل كله مره واحده. ده عملته بالظبط مع اولاد رزق واللعب مع العيال يعني. فكنت اتمنى ان عصابه الماكس ينزل التريلر بتاعه، بس ما نزلش. انا ما اعرفش هما مستنيين ايه، هو تقريبا ممكن على ما اظن يعني ممكن الاوفيشال تريلر ينزل بكره او بعده بالكثير يعني. طبعا كان انا ما شفتش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي اول مره فيلم اهل الكهف، يلا بينا. رزقة بتقول لنا في الكهف أكتر من 300 سنة. التاريخ لن يذكركم في أي موضع أو موقع أو مرسوم. الناس دي بتخف تحت قناع الدين عشان تنجح في الضحك علينا. هارو ممكن نور. أوكي. أوكي، هو الفيلم ده نوعية الأفلام، يعني نوعية الأفلام دي هي هتبقى حلوة قوي وممتازة قوي، يا وحشة قوي، ودرجة الانتسيبيشن بتاعتها تبقى في الارض. يعني انا عجبني الفكرة، بس انا الحاجة الوحيدة اللي انا مش بلحها ان الفيلم ده فيلم عيد. الفيلم ده مش فيلم عيد اصلا خالص، انا مستغرب قوي ان الفيلم ده هينزل في العيد. يمكن هينزل في العيد عشان يشوف يجيبوا ايرادات ولا لا، يعني لان الفيلم ده يمكن، الله اعلم، هل يمكن الفيلم ده لو كان نزل مثلا في موسم عادي مثلا، مش موسم عيد زي اجازة نص السنة مثلا او افلام الصيف، هل الفيلم ده كان هيجيب ايرادات
اشك ان الفيلم ده كان هيجيب ايرادات. حركه ذكيه جدا من 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 صناع العمل ان هم ينزلوا فيلم زي ده في العيد، لان طبعا اكيد وش هيجي اكيد طبعا هيجيب ايرادات. بالنسبة للأفلام التانية صعب جدا، يعني قصدي سوري سهل جدا انت تتوقع النجاح ولا لا، سواء ولاد رزق او اللعب مع العيال او عصابة الماكس. الفيلم ده صعب جدا ان انت تعرف هل الفيلم ده هيجيب ايرادات ولا لا. وعجباني انا عجبتني عن نفسي الفكرة على موضوع ان هما the warriors على حسب انا فهمته. طبعا هي الفيلم عن رواية عن توفيق الحكيم، انا طبعا ما قريتش الرواية مش قادر افتي في كتير يعني، والمعالجة ايمن بهجة قمر. تمام. عجبني فكرة ان هما their warriors او their warriors ودخلوا يناموا في يوم في كهف صحي ولقوا نفسهم ان هما ناموا 300 سنة، دخلوا في حقبة تانية خالص اصلا. فدي من الحاجات المبشرة. عندي مشكلة شوية مع الكاست بصراحة، انا شايف ان غادة عادل not perfectly casted، يعني not perfectly cast للفيلم ده. اكتر حد شد انتباهي بصراحة في الفيلم ده محمد ممدوح ومحمد فراج بصراحة. عجبني ان البطولة لخالد النبوي، عجبني البطولة لخالد النبوي بصراحة، لان خالد النبوي انا لحد رمضان اللي فات كنت عمال اقول هو واحد من الممثلين underrated بصراحة، ما بيترحلوش الكريدت نهائي، ودايما بحس ان هو بيتظلم في الافلام بتاعته في السينما. فانا شايف ان الفيلم ده ممكن يبدا يبقى يعني مش عايز اقول نقله، لان خالد النبوي ممثل برضو كبير يعني، بس مش عايز اقول نقله، بس الفيلم ده اكيد هيحطه على تراك تاني. انا شايف الفيلم ده من حيث الايرادات هيبقى صعب قوي ان هو يجيب ايرادات برضو. يعني انا شايف ان هو هيجيب ايرادات بس مش هيجيب الايرادات المتوقعه، يعني انا شايف من وجهه نظري. يعني لو هنتكلم على افلام عيد الاربع افلام بتوعنا، يعني كده كده ولاد رزق الجزء الثالث ده هيجيب المركز الاول. يعني انا مش بعيد اصلا، يعني مش هستغرب لو ولاد رزق السنه دي هيجيب اعلى ايرادات في تاريخ السينما. يعني ما استغربش لو الفيلم ده، يعني ممكن ولاد رزق اصلا الجزء الثالث حرفيا ممكن يجيب 50 مليون في اول اسبوع. يعني مش هستغرب ان هو لو جاب 50 مليون في اسبوع يعني. ما اعرفش، بس هل الفيلم ده بقى ممكن يعني المفروض يتحط بقى في المركز الثاني؟ بس اشك ان الفيلم ده ممكن يبقى في المركز الثاني، لان يعني وده ريسبكت بس الفيلم ده مش فيلم عيد. يعني انا عن نفسي هتفرج عليه، يعني انا عن نفسي هتفرج عليه، لان انا اصلا كنت عايز اتفرج على الفيلم ده من زمان لما شفت التيزر بتاعه. في حاجات في التريلر اصلا كمان فكرتني بجلاديتر، فعايز اخش اشوف العصر ده هيعملوه ازاي او هيرسموه ازاي من حيث البرودكشن ديزاين او من حيث الكاستيوم ديزاين، حاجات كتير، او القصه كمان نفسها. وعجبني طبعا ان الليدنج اكتر هو خالد النبوي، انا بحب خالد النبوي بصراحه، بس اختياراته ساعات كده بتجلي منه. والكاست طبعا اللي معايا برضو قوي جدا، احمد عيد ومحمد ممدوح ومحمد فراج والناس دي كلها، وصبري فواز حسن. صبري فواز عمل دور حلو، بس حسيت شويه بالاجواء بتاعه جلاديتر، ما اعرفش يعني if I'm not mistaken، بس شفت كذا مشهد كده فكرني بجلاديتر يعني. بس عجبني، بس انا يعني اتمنى ان الفيلم ده ينجح، يعني اتمنى ان الفيلم ده ينجح ويبدا خالد النبوي، فنان خالد النبوي، ان هو يبدا يتحط على التراك المظبوط او يعني يتحط في المكان المظبوطة كممثل، ان هو فعلا ممثل يستحق كتير على فكرة، ممثل شاطر جدا. وبحس دايما في اعماله سواء الرمضانية او سواء الاعمال اللي بتبقى في السينما بتتظلم جدا من حيث الايرادات ومن حيث المشاهدات في رمضان. فاتمنى ان هو الفيلم ده يحطه على التراك المظبوط. وانا القصة ذات نفسها لسه يعني البلوت مش باين قوي، غير الموضوع ان هم دخلوا جوه الكهف وناموا وصحيوا بعدها ب 300 سنة، فالفكرة ذات نفسها مجنونة وحلوة. فبيبداوا يشوفوا بقى الصراع بتاع الزمانين اللي هم اللي كانوا فيه وبعد كده بقوا فيه. فاتمنى ان الفيلم بصراحه يبقى قوي، يعني اتمنى بجد الفيلم يبقى قوي. وبصراحه من التريلر اللي انا شفته، يعني ولا عايز اقول ان هو حلو قوي ولا عايز اقول ان هو وحش قوي، بس انا بصراحه يعني ممكن ادي نسبه ترقب للفيلم ده 7.5 من 10. يعني انا شايف ان ممكن ده يكون لحد دلوقتي اكتر نسبه ترقب لفيلم من افلام العيد، لان انا على ما اتذكر ولاد رزق اديته نسبه ترقب 7 من 10، واللعب مع العيال تقريبا على ما اظن اعطيته نسبه ترقب كانت 6 من 10. عصابه الماكس لسه ما نزلش الاوفيشال تريلر، فمش حد ما اديتش نسبه ترقب، ممكن الله اعلم يبقى اعلى من ده او ممكن يبقى 7 برضو، الله اعلم يعني. بس اوفر اول لحد دلوقتي اقدر اشوف ان الفيلم ده يعني، غير ان هو زي ما كنت بقول هو مش فيلم عيد، بس بصراحه انا مبسوط من اللي انا شفته.
يعني انا مبسوط ان انا شفته ان في حتى كمان في موضوع الفرايتيز، يعني حته الفرايتيز اللي معانا في العيد السنه دي حاجه كويسه جدا. عندك اكشن، عندك حاجه ملحميه، عندك حاجه اللي هي سسبنس، عندك حاجه بتتكلم عن العصر ده، وعندك طبعا الكوميدي، لان طبعا افلام العيد سواء العيد الفطر او عيد الاضحى طبعا لا تخلو من افلام الكوميديا. فعندك كذا فرايتي، يعني مش عندك كله اكشن، مش عندك كله كوميدي، مش عندك كله دراما، فاهمين قصدي؟ فحلو الاختلاف، حلو التنوع، يعني فاهم قصدي؟ يعني حلو الاختلاف، انا عاجبني بصراحه. لحد دلوقتي انا شفت 3 تريلرز وعملت لهم تريلر رياكشن زي ما قلت، اهل الكهف وولاد رزق ولعبه من العيال. الثلاث افلام دول ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هيبقى معانا السنه دي في هوم سينما كمراجعات. بالنسبه لعصابه الماكس بقى انا لسه ما شفتش التريلر، فمن حيث التريلر لما يجي ينزل هتفرج على التريلر طبعا واعمل له تريلر رياكشن. لو عشان اكون صريح معاكم، لما هتفرج عليه هشوف هيعجبني هخشه، مش عاجبني مش هخشه، يعني عشان برضو نكون متفقين. بس انا بصراحه بحب احمد فهمي، يعني في افلام برضو بصراحه بيعملها حلوه، في افلام بتجلي منه. هشوف يعني هشوف، لان غالبا موست بروبلي السنه دي في العيد هعمل حاجه مجنونه جدا، غالبا شكلي هخبط الاربع افلام ورا بعض يعني، فده هيبقى يوم حافل بتشغيل ده، يعني ده لازم ينام ويرتاح عشان يقدر يستوعب الثلاث اربع افلام اللي هيبقوا ورا بعض. غالبا شكلي ده اللي هعمله السنه دي يعني. فهستنى طبعا التريلر بتاع اسمه ايه ده بتاع عصابه الماكس عشان نعمله تريلر رياكشن. وطبعا انا زي ما قلت ده ممكن يكون اكتر فيلم السنه دي في عيد الاضحى، انا بصراحه اديته نسبه ترقب اللي هي 7.5 من 10، واتمنى بصراحه ان هو يبقى على قد التوقعات وما يخيبش ظني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم اهل الكهف. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اسمها هوم الون وتيك تو، وهسيب لكم لينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك تيك توك وانستغرام برده هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. وباي باي.